بالمقابل يوجد الآن محاولات للحديث عن خطر إسلامي من داخل البلدان، وكما تعلمون في صدرت قوانين تجرم الأخوان المسلمين، وأخرى تجرم من يروج لأفكارهم، وثالثة تجرم من يشجع على نشر كتاباتهم وهكذا. ألا يعني ذلك أن العالم العربي بغض النظر عن الموقف من الأخوان المسلمين يسير مرة أخرى حثيثا نحو المكارثية، بمعنى ملاحقة الناس فقط لأنهم يؤمنون بالفكرة؟ هذه المكارثية يا أخي سلام هي جزء من الإملاء الأمريكي على هذه الأنظمة. هذه الأنظمة كلها مرتبطة بالولايات المتحدة كلها، وفي نهاية الأمر القرار الاستراتيجي ليس بيدها، إنما بيد الحليف الدولي الذي هو في معظم الحالات الولايات المتحدة. الولايات المتحدة عندها نظرية الآن أنه من الأفضل أن احنا نستعمل طرف ثالث للقيام بالقضاء على الإسلاميين، بدل من ندخل في موضوع أفغانستان مرة أخرى وندخل في موضوع العراق مرة أخرى، فلنفوض هذه الأنظمة تصفية الساحة قبل أن ندخل بمشروع مارشل عربي، فهمت كيف؟ فهذا ما تقوم به الآن هذه الأنظمة العربية من تصفية وملاحقة للإسلاميين. الإسلاميين لا يشكلون هذه الخطورة كما يصور في الإعلام. يعني كما تعلمون دكتور أن أوروبا تخلصت من تخلفها في عصر التنوير بمساعدة الكنيسة التي تخلصت هي نفسها من فكرة الهيمنة. نعم. هذا المشروع، مشروع التنوير، لماذا لا يعني تجري عروقه بين القوى المتدينة فلنقل الإسلامية في العالم العربي؟ لماذا هذا الطلاق بين العلم وبين التدين لدى هذه الأحزاب؟ نعم، يعني هذه الأحزاب في معظمها لم تتجاوز العتبة الحزبية. يعني فكر النهضة الرينيسانس في أوروبا، فكر التنوير، نجح لأنه هناك قاعدة تسمح بهذا التنوير وتتلقف هذا التنوير، لبل تتبنى هذا التنوير. هنا في المنطقة عندنا العربية والإسلامية ثمة طلاق بين التدين والتنوير، ثمة حالة من الفصام التاريخي بين التدين والتنوير، ومن هنا صار من الصعب توظيف نظرية التنوير الرينيسانس التي قامت في أوروبا وبدأت في 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 باريس عاصمة التنوير. صار من الصعب أن 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 أن, أن توظيفها هنا في العالم العربي. ولكن يلوح وكأن هذا أمر يخص العرب دون غيرهم. لنأخذ على سبيل المثال أكبر دولة إسلامية بالعالم إندونيسيا، فيها حركة نهضة كبيرة، وقبل ذلك ماليزيا على يد يعني فلنقل المناضل من أجل حقوق الإنسان ومن أجل المدنية مخاتير، وهم مسلمون. يعني أين العلة؟ العلة في عروبة العرب؟ لو بتقارن الحالة الإسلامية في العالم العربي بالحالة الإسلامية عند مهاتير في ماليزيا ستلاحظ الفارق كبير. يعني عندما تجلس إلى مهاتير أو حتى أنور إبراهيم نائبه ستلاحظ ثمة حالة من الراحة في تبني الإسلام. حتى الإسلام في ماليزيا إسلام مريح وإسلام أنيق وإسلام ناعم وإسلام معمر، بينما عند العرب أهل اليابسة. إذن هذا اليبوس يبدو أنه له طابع يتعلق بروح البداوة. ولكن روح البداوة ينبغي أن تتغير الآن. الحمد لله العرب في غالب بلدانهم رغم الفقر في
في الكثير منها بدأوا يعني يتعرفون على ناصية العلم، نعم، على يعني التواصل الاجتماعي، على الأجهزة الحديثة، وتبقى هذه اليبوسة، أين إذن الخلل؟ الخلل أن العالم العربي أخي سلام يعاني من أو يئن من ثالوث خطير. الخطر الأول هو الطغيان السياسي، وأقصد بالطغيان السياسي استئثار القلة بالقرار الاستراتيجي. هذا الاستئثار وهذا الطغيان يهمش الأمة، ولذلك يطبع الأمة بطابع اليباس اللي تعاني منه هذه النخبة الحاكمة. العمود الثاني الذي إن منه العرب سوء توزيع الثروة، يعني هناك فقر مدقع وثراء فاحش، وهذا التفاوت في الدخول والأصول وأحجام الكعكة اللي يلتهمها الناس اللي فوق يعني أصبحت تخل بالتوازن الاجتماعي وبالتالي حتى السياسي. المشكلة الثالثة هي النفوذ الأجنبي اللي بيتحكم بديناميات التطور العربي. دكتور، بغض النظر عن الموقف الأيديولوجي من روسيا، هناك من يعتقد بأن ظهور روسيا كقوة عالمية مناهضة للهيمنة الأمريكية قد يؤدي إلى الحد من هذه يعني العربدة التي تقوم بها واشنطن، أم أننا سنعود ثانية إلى حرب باردة بين العملاقين يكون الخاسر فيها هو الشرق الأوسط؟ نعم، والله أكون أمين معك أخي سلام، إحنا رؤيتنا للاتحاد السوفيتي ما قبل 1992 تختلف عن رؤيتنا لروسيا اليوم. الاتحاد السوفيتي كانت سياسته المعمول بها أيام الخمسينات والستينات والسبعينات إلى 92 كانت سياسة متوازنة تروم تحقيق المصالح الشعبية لهذه الشعوب. وأنا قرأت لفازيليف وقرأت لبوندارييفسكي وقرأت لبيدييف، كل كتاباتهم تنم عن نضج في تفهم مصالح الشعوب العربية في المنطقة. ومن هنا كان للاتحاد السوفيتي يعني شعبية فائقة في المنطقة. عندما انهار الاتحاد السوفيتي نحن من الشعوب التي تضررت بانهيار الاتحاد السوفيتي، وعندما تشرذم إلى 25 جمهورية منها روسيا الاتحادية تبين لنا أن روسيا اليوم تتصرف مع العالم وفق معيار جديد غير الاتحاد السوفيتي، وفق معيار المصالح القومية، يعني تماما كالولايات المتحدة. يعني أصبحت نظرتنا لروسيا اليوم تماما كنظرتنا للولايات المتحدة، هذه تروم مصالح قومية لأمريكا وهذه تروم مصالح قومية بالأساس لروسيا الاتحادية. يعني ولكن الدوائر الروسية تقول أنها لا تتدخل في شؤون البلدان، لا ترسل بقواتها للقتال عدا طبعا الحرب الأفغانية، وهذا خطأ تعترف به القيادة الروسية، بل أن القيادة السوفيتية في حينها يعني كانت قد اعترفت بأنه خطأ وسحبت قواتها. اليوم حين نشهد هذا يعني التنوع في السياسات العالمية وإن كانت هي تعبر عن مصالح قومية، هل ينبئ ذلك بقيام عالم متعدد الأقطاب؟ جدا، لأسباب عديدة، أولها وأهمها تآكل العنفوان الأمريكي. أمريكا الآن تواجه مشاكل عديدة من الداخل ومن الخارج، وهذا التآكل للنفوذ الأمريكي
هو الذي يكمن وراء حرص أمريكا للتفاهم مع إيران. نعم. ومحاولة يعني استيعاب إيران عوضا عن أن تدع إيران أن تذوب لدى روسيا والصين من جهة أخرى. طبعا من أهم الأسباب الأخرى بروز يعني عمالقة جدد ومنها روسيا التي أصبحت اليوم في القرم يعني تمرغ أنف الأمريكان دون أن يستطيع الغرب بشقيه الأمريكي والأوروبي أن يفعل أي شيء حتى الآن. فهمت كيف؟ هناك أيضا مواليد جديدة في آسيا وفي شرق آسيا، ولذلك أنا أتصور هناك أمل كبير مع مرور الوقت لنشوء تعددية دولية. نعم. في الدقائق الأخيرة بودي أن أسأل، قبل بضع سنوات قلتم أن التغيير قادم. نعم. وبدت تلك العبارة وكأنها نذير، يعني تغيير بالمعنى الذي يقتلع الأشجار. نعم. هذا التغيير الذي كنتم قد تحدثتم عنه قبل في تلك السنوات، نعم، حصل؟ بدأ يحصل مع سقوط القذافي وبن علي وحسن مبارك وعلي عبد الله وفي الطريق آخرون. هذه موجة يا سلام لن توقفها يعني خربشات الأطفال يعني والذين يحاولون أن يصنعوا ثورة مضادة في المنطقة. الثورة ماضية والتغيير ماضي، وهذه السنة سنة كونية وليست فقط عربية، سنة ستقتلع كثير من الأشجار وستزرع فسائل جديدة نظيفة طاهرة تروى بماء العرب. نأمل أن يكون الغزل لينا إن شاء الله وليس خشنا، هكذا المخرز، هكذا نأمل. نعم. كي لا تتعرض هذه الشعوب التي ابتليت بنظم الفساد. نعم. والاستبداد. نعم. الدكتور عبد الله النفيسي المفكر العربي، شكرا جزيلا لكم ولكم أعزائي المشاهدين أطيب التحيات، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم